السياحة 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 في مصر دي حاجة يعني ربنا بعتها لنا تجيب لنا دولارات وتكبر البلد وتخليها في ناحية تانية خالص. ازاي نهتم بالسياحة؟ يعني احنا بنفكر ازاي نشجع السياحة. في نقط حقيقي يعني كتبها عمر الاسكندراني، وافتخر ان هو اسكندراني، يعني مش اللقب بس، يعني اكيد يعني بيقول لك الى قطر ولكن من مصر. معلش البس النظاره. اوكي، من مصر. ده شعار حمله نظمتها جماهير الارجنتينيه ووكالات السفر. الصوره الثانيه معلش يا اسام. لا، الصوره بتاعت الارجنتين، الشعب الارجنتيني. ايوه جميل. ده وكالات السفر وشركات السياحة في الأرجنتين بعد ما تفاجئوا بالأسعار المرتفعة جدا للإقامة في قطر أثناء فترة كأس العالم. كلنا عارفين إن جماهير أمريكا الجنوبية مجنونين أو مجانين يعني كورة، وبيجروا ورا منتخبات بلادهم لأي مكان. ومع ذلك المرة دي ومع الأزمة العالمية قررت الجماهير إنها تشوف بدائل للإقامة خارج قطر والسفر وقت الماتشات بس، خصوصا ان مصر ارخص بكتير من قطر، وكمان فيها سياحة حقيقية للناس اللي هتاخد الموضوع فسحة. دي مبادرة من داخل بلد واحدة في امريكا اللاتينية. طبعا عندنا لسه الاكوادور والبرازيل والارجواي وكندا والمكسيك وكوستاريكا، وفي الصف الثاني من دول اوروبا. كل دي شعوب وجماهير مش هتقدر تتحمل تكاليف الإقامة في قطر. تفتكروا ايه اكتر دولة مناسبة بالنسبة لهم تكون مناسبة للإقامة وقت كأس العالم؟ طبعا وتكون قريبة، طبعا هي اكيد مصر. الفكرة ان الجماهير دي اللي هتكون بالآلاف هتستنى حد يشجعها ويكبر الفكرة دي في دماغهم زي ما جماهير الأرجنتين عملت. فلو وزارة السياحة يعني ما عندهمش مانع تبدأ بحملات ترويج للفكرة، وتبدأ كمان بتنسيق مع شركات سياحة ووكالات السفر وسفارات الدول كمان، ووزارة السياحة تقدر كمان تنسق مع الحكومة القطرية. لو يمكن قطر تتحمل الضغط والكثافة التي هتكون على المرافق طبعا، وأكيد هيفرق معاها جدا إن بلد تاني تخفف عنها الضغط في الوقت اللي فيه جماهير المنتخبات تكون ما بتلعبش ومستنية الماتش الجاي. الحكومة المصرية لازم تفكر بشكل جاد في الموضوع ده، لأنه هيكون مصدر ممتاز للعملة الصعبة، خصوصا بعد ما عارفين ان احنا طبعا ان الاقساط بتاعه الديون بتاعه مصر هتبدا في نهايه هذا العام، ربنا يستر يعني. ده غير انها هتبقى خطوه ممتازه للترويج للسياحه، يمكن ترجع واحده واحده. عندنا شرم الشيخ والغردقه بيعانوا من هبوط نسبه السياح 60% بسبب روسيا واوكرانيا. طبعا الفضل يرجع لجماهير الارجنتين، ومهما تكون التسهيلات اللي هتقدمها السعوديه او الامارات فاكيد كل ده جانبي قدام نقطه غلاء الاسعار والاقامه الفندقيه خصوصا في الامارات. يعني بين كل ماتش هيبقى تقريبا في 4 ايام ممكن يقضوهم في مصر في جوله مكوكيه، ويزوروا الاماكن اللي بتحكي عن مصر وجمالها. مصر سياحتها رخيصة ورخيصة بشكل ما حطهاش في مقارنة مع سياحة دولة الخليج مجتمعة، خصوصا في الغردقة أو شرم الشيخ اللي هم الوجهة المثالية للترانزيت. كتب عمر الإسكندراني، وطبعا الإسكندرانية دول ملهمش حل. أنا بقول يعني جانب آخر من السياحة نفكر فيه، طبعا احنا عايزين ندخل السياحة فبندخل معاها الدولارات. ايه اللي ممكن يتعمل؟ برضو حد كاتب منقول من ادوار المصري. طبعا انا بحب السياحة جدا، وبحاول ان احنا بنروح القدس وكل ده، وانا نفسي ومنى عيني اطلع رحلة العائلة المقدسة بإذن ربنا. ان شاء الله هنرتب لها
برضو دي سياحة تجلب الدولارات وتشجع المصريين كلهم خارج مصر ان هم يروحوا يزوروا رحلة العائلة المقدسة اللي احنا بنعلن عن الكتاب بتاعها، هنتكلم عنه برضو. عايز دولارات، يبقى كل الوزارات لازم تخدم وزارة السياحة. نجيب شركة تسويق عالمية للسياحة، فكرة هايلة طبعا. تفتح مستشفيات درجة أولى في كل مكان، في كل مكان سياحي يعني، نكتر من الفنادق اللي هي 3 نجوم ونجمتين، ما تبقاش كلها حاجات فاخرة. نجيب رجال شرطة، هو بيقول ولاد ناس بتتكلم لغات في كل مكان سياحي، حتى لو تم تعيينهم من كليات الألسن وفرقة، يعني تبقى فرق كل 6 شهور مثلا. نمنع المتسولين، ننزل تاكسي تبع الحكومة شغال بتعريفة موحدة ومعاه كمبيوتر يطبع إيصال ومعاه لاسلكي يقول مين معاه ورايح فين، طبعا دي للسيفتي مهمة جدا. تراقب أسعار البازارات والمحلات التي يرتادها السياح، تقفلوا تغرم يعني عشان يبقى في جدية في الموضوع، بيغرم المتجر أو المحل ولا يضع تسعيرة، كل اللي مش هيضع تسعيرة للي هيبيع للسياح. بتعامل السائح كأمير، يعني تخيل انت بتعامل السائح حد كبير قوي جاي يزورك، فبتحاول ان انت تعامله كأمير. تبعد عنه الناس اللي شايفهم غلط وبيكرهوا السائح. شرطة سرية في كل الأماكن السياحية للقبض فورا على المتسولين والمتحرشين، وتعريفة لبتوع الحنطور والجمال والحصان، ونعمل بروموشن لشركات السياحة اللي هيجيب أكتر من 1000 سائح كل شهر يعفى من الضرائب 10%، وأكتر من 2000 ياخد 15%، يعني نشجع كل المجالات وكل الوزارات تقف مع وزارة السياحة. تنزل في جميع القنوات إرشادات للمواطنين إن السياحة هي عصب البلد وكيف يتعاملوا مع السائح. تحفيز أي مشروع سياحي بإعفاء 5 سنوات. تعيين رؤساء أحياء عندهم ضمير بيلفوا شوارع المحروسة ويعاقبوا المسؤولين عن نظافة الشوارع خاصة في الأماكن السياحية. مصر تستطيع جذب أكثر من 200 مليون سائح في العالم لأنها تملك الثلث الأعظم من كل شيء يحبه السائح، وباقي الثلثين موزع على العالم كله. صحيح أقدم وأجمل آثار وشطان وسياحة قبطية وإسلامية ويهودية، استشفائية شمس طول العام، بردها صيف للسائح وحرها تان وحمام شمس. ساعتها الدولار هيبقى ب 4 جنيه مش ب 20. أهم حاجة شركة إدارة أجنبية. تعليم التلاميذ مهم جدا جدا جدا، تعليم التلاميذ في المدارس، كيفية التعامل مع السائح واحترامه خاصة في المدارس والكليات، وتكون مادة أساسية. عمل دورات مياه آدمية متحضرة في الأماكن السياحية، وياريت يكون فيها كل ما يلزم حتى لو الدخول يبقى ب2 جنيه أو 5 جنيه. فعلا يعني عندما في أماكن في القدس وفي أماكن في أوروبا، في أماكن كتير بتكون سياحية، بالدخول للتواليت بفلوس ما فيهاش حاجة، وبكده انت بتتفادى حكاية ان انت تدي بقشيش هنا وبقشيش هنا، فبتتحكم ويبقى فيه دخل ثابت للموظف والأدوات النظافة واللي يقوم بالتنظيف. كل دي أفكار للسياحة. كتب الدكتور خالد منتصر، هو دكتور رائع بيعجبني أفكاره، ان هو مستميت في ان هو يكشف الحاجات اللي لازم
تعدل او تصحح، او اذا كانت افكار واذا كانت تصرفات واذا كان حاجات مهمه. من ضمن هذه الحاجات اللي قالها، برغم ان لبنان بيعيش ازمه اقتصاديه خانقه، الا ان السياح ما زالوا بيسافروا لها وبيتدفقوا عليها حتى من مصر. عارفين ليه؟ لان السياحه حريه وعدم حشريه. السائح عايز يستمتع بانه يتنفس حريه وبهجه قبل الاثار والاحجار. هو عايز محدش يخدش فضاؤه الخاص ويحشر انفه في مصارين حياته. يا ريت نتعلم. دي حاجه. انا اسفه واتمنى ان انتم ما تفهمونيش غلط من الصوره اللي جايه بعد كده نشوفها. معلش معاكم. ايوه الصوره دي. انا مش بقصد تجريح ولا اي حاجه، بس اللي قدامكم دي الهيئه المصريه العامه لتنشيط السياحه، وكانت موجوده في مهرجان برلين 2018. مش عارفه هل الصوره واضحه. دي دول قاعدين لتنشيط السياحه في برلين، في مهرجان لتنشيط السياحه في برلين 2018. طب نحط شباب روش كده وعارف يلبس. انا اسفه كل واحد حر، بس مش ده المنظر السياحي اللي انا اروح بيه المانيا واروح بيه المهرجانات. سوري سوري، انتوا كده بتشوهوا السياح. كل واحده فيهم حره، انا ما بلومش حد، ويعني دي حريه شخصيه. لكن لما توصل للسياحه، انت عايز توصل للخارج بالاشكال دي بالملابس دي؟ فين اولادنا خريج الالسن وخريج المدارس اللي تشرف؟ هيتكلموا ازاي؟ ممكن يكونوا بيتكلموا انجليزي، بيتكلموا الماني، بيتكلموا وات ايفر، بس المنظر هات شباب، شابات وشباب روش، يعرف اللغه، يعرف يتعامل. شجعوا الشباب عشان دول مستقبل البلد، بدل ما يفكروا ازاي يخرجوا بره ويعيشوا حياتهم ويبقوا successful people في أي مكان، في أوروبا ولا في أمريكا ولا wherever. ليه ما نستخدمش الكوادر دي كلها أولادنا للسياحة في مصر؟ للسياحة في مصر. كان في صورة قبل كده برضو لوزير السياحة الجديد والمجموعة اللي مشتغلة معاه. يا جماعة دي السياحة، دي مصر. انتوا ليه بنهدم مصر بأيدينا؟ يعني حاجه يعني بقت بمنتهى البساطه كده نقول ان احنا بنوقعها بايدينا. يعني احنا الحاجات اللي موجوده عندنا لو موجوده في اي مكان تاني كانوا طلعوا بيها القمر، زي الصين عماله تزرع في القمر. لكن احنا عندنا كل مقومات السياحه العالميه، اللي يعني يو نيم ات، ورغم ذلك احنا بنوقعها بايدينا. نظرة بجدية بمحبة. أنا ماليش دعوة بالناس بتلبس إيه وبتفكر إزاي، بس خلي الواجهة بتاعت مصر والسياحة بالذات يا جماعة، السياحة واللغة والولاء للبلد، والطفل يبقى طالع حابب البلد وحابب ترابها وحابب يخدمها ويفكر إزاي يكبرها وينجز فيها. الفيديو اللي هوريه لكم دلوقتي طبعا واجعني، مش هقول لا، متعب، بس وجزء من فيلم امريكي وللاسف ده واقع. نشوفه مع بعض ونرجع تاني. احنا اللي صدرنا الفكر ده للخارج. لما حطينا في مهرجان تنشيط السياحة الناس دي، لما حطينا ان شباب هم دول، لما التحرش بقى everywhere ومعروف جدا، هل دي مصر اللي انتوا عايزين تصدروا الفكر ده للخارج؟ انتوا بتذبحوها، اتعودتوا على الذبح، بتذبحوها وبتئن الأمريكانية ولا الأجنبية دي. إيه الغلط اللي فيها؟ عشان شعرها أصفر ومش مغطياه، لابسة بنص الكم ولابسة يدوب على الركبة مثلا أو تحت الركبة، إيه اللي عملته غلط عشان الاشمئزاز اللي هي حست بيه ده؟ ده فيلم، وفيلم أمريكي. هل هنعيب عن نفسنا؟ هل هي صورت الحاجات دي ما كانتش واقع؟
ليه احنا نوصل للعالم رسالة غلط عننا؟ مش هي دي مصر؟ مصر مش الجمال والتحرش والناس اللي هي بتنتقد الآخر وحاسة ان هي واحدة مش منهم؟ ليه يا جماعة؟ انا من حبي في البلد بقول الكلام ده. لما اكون هنا واتكلم عن مصر الناس كلها عايزة تنزل مصر، بس اخليهم ينزلوا وهم عاملين الاشكال دي، عاملين التصرفات دي والتحرش اللفظي واللي بالعين والتاتش، واحد بيوشوشها في ودنها، واحد بيبص لها من فوق لتحت كأن هي كأنها حتة لحمة، هي بيبص لها على ان هي لحمة، على شهوة. ليه الكبت اللي عندنا ده؟ ليه؟ ما انت بتتجوز 3 و4 وما ملكت ايمانك. ليه نصدر فكر زي ده لبلد قيمة زي مصر وبلد بحجم مصر؟ ليه تشوهوها؟ من مصلحة مين ان نصدر الاشكال دي ونصدر الحاجات دي؟ هل نقدر نقول لها انت غلطانة عملت الفيلم ده ليه؟ لا، عشان هي لو نزلت هتلاقي اكتر من كده. للأسف حبوا مصر اكتر من كده ورعوها، وحقيقة تستاهل مصر ان انتوا تخلوا بالكم عليها وان سمعتها تكون احسن من كده.